انضم إلينا من كوفنتري السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. سيد رامي أهلا بك على شاشة الغد، ما الذي جرى بالتحديد في رفئي منبج؟ نعم طبعا مساء الخير. بعد التحليق المسير التركي تدخلت الطائرات الحربية الروسية لتبعد الطائرات المسيرة التركية عن أجواء تلك المنطقة. القصف كان من نقطة عسكرية تركية في ريف حلب الشمال الشرقي على نقطة عسكرية موجودة من المفترض بأنها معروفة للنظام مرفوع عليها العلم السوري، جرى استهدافها من قبل القوات التركية مما أدى لمقتل اثنان من عناصر قوات النظام وجرح أربعة آخرين. طبعا يعني الهجوم ليس الأول من قبل الأتراك، أمس وأمس الأول كان هناك هجمات مماثلة من قبل تركيا والفصائل الموالية لها تحت سرية استهداف القوات الكردية، كانوا يستهدفونها نقاط قوات النظام. يعني سيد رامي تقصد حضرتك أنه كان استهداف مباشر لهذه النقطة العسكرية؟ نعم، وليس عشوائيا، لأن النقطة العسكرية مرفوع عليها العلم السوري، وتعلم تركيا بأن النقاط المرفوع عليها العلم السوري هذا يدل بأنها نقطة لقوات النظام وليست نقطة لمجلس منبج العسكري المنضوي تحت قوات سوريا الديمقراطية، والذي هو نقاطه معروفة لدى الأتراك. لذلك أقول بأنه عندما تقصف نقطة عسكرية تركية، تركيا تريد أن تقول بأننا مستعدين تجاوز كامل الخطوط من أجل تحقيق يعني مكاسبنا أو مطالبنا عفوا بالسيطرة على هذه المناطق التي تحدث عنها أردوغان من قبل أربع سنوات بأنه يريد السيطرة عليها، وهو فشل بالسيطرة حتى اللحظة. طيب، هذه الضربة ربما تحمل رسائل عديدة سيد رامي، خاصة أن الاستهداف كما ذكرتم طال جنود في الجيش السوري. نعم، الرسالة الواضحة بأن أردوغان سوف يعمل على أن يأخذ كل ما يريد أخذه. نحن نعلم بأن المخابرات التركية حركت هيئة تحرير الشام في اللاذقية، حركت هيئة تحرير الشام في إدلب بريف حلب من أجل التصعيد مع قوات النظام، من أجل الضغط على حصول على مكاسب من قبل النظام. أن نعطي لكم على سبيل المثال طريق حلب اللاذقية مقابل أن تدخلوا معنا في عملية لقمع قوات سوريا الديمقراطية، وتركيا تعلم بأن النظام غير قادر على الدخول في معركة مع قوات سوريا الديمقراطية. بعد أن فشلت العملية وبعد أن فشل أردوغان بالحصول على تل رفعت أو منبج، يريد أن يقوم بعمليات مثل هذه من أجل الضغط على النظام السوري للمجيء إلى المفاوضات ما بين بشار الأسد وأردوغان. طيب، في المقابل هل هنالك رد من قبل الجيش السوري؟ لا يوجد رد حتى اللحظة. كان من المفترض بأنه قاد تلك المجموعات يعني سهيل حسن كان أعطى أوامر سابقا أي قصف تركي يجب الرد على مصدر النيران فورا، ولكن على ما يبدو روسيا الآن لا تريد التصعيد بين الأتراك وبين النظام في حلب أو في ريف حلب الشمالي أو ريف حلب الشمالي الشرقي. أشكرك، شكرا جزيلا لك سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، كنت معنا من كوفنتري، شكرا.